يعني معظمنا اذا مو كلنا صرنا عم نعتمد باختيار ملابسنا على متجر شي ان كونه اسعاره مقبوله والجوده تعتبر جيده نوعا ما، وكمان اي شيء ممكن نحتاجه من ازياء وميك اب واكسسوارز وحتى كل شيء بيتعلق بديكور البيت موجود ضمن المتجر. بس اكيد كلنا سمعنا بالفتره الاخيره عن الاخبار والمعلومات اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مواد مسرطنه ضمن منتجات شي ان، لهيك كان ضروري نحكي عن هالموضوع ونشرح شو هي حقيقه هالاخبار وشو كان الرد من شي ان. تابعوا معنا. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي عن عدم التزام الشي ان بالمعايير العالمية، والأخطر من هيك إنه بعض هالمنتجات بتحتوي على مواد ضارة وسامة. فنشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية تحقيق موسع بحذر من شراء الملابس والإكسسوارات يلي عم تعرضها شركة الأزياء الصينية شي ان، وأيضا حذر باحثون من كوريا الجنوبية من وجود نسب عالية من المواد الكيميائية المرتبطة بالإصابة بأمراض السرطان وطيف التوحد. ووجد الباحثون أن بعض منتجات الشركة تحتوي على ما يزيد عن 400 مرة من المستوى الآمن من المركبات الكيميائية السامة يلي ممكن أن تمر عبر الجلد وتصل إلى الدم. وأظهرت الأبحاث وجود مستويات مفرطة من الفيثالات، وهو نوع من المواد الكيميائية المستخدمة لتليين البلاستيك يلي من المعروف أنها بتسبب اضطرابات هرمونية. أما عن شي إن، ردت الشركة على هذا التحقيق وقال المتحدث باسمها أن الشركة أجرت أكثر من 400 ألف اختبار للسلامة الكيميائية مع وكالات اختبار دولية خلال العام الماضي، مؤكدا أن الشركة عم تأخذ سلامة المنتج على محمل الجد. وقال المتحدث: عند علمنا بأي مطالبة ضد منتجاتنا منقوم على الفور بإزالة المنتجات من موقعنا على سبيل الحذر أثناء إجراء تحقيقنا. والتحقيق الأخير ما كان الأول يلي بيكشف عن مواد كيميائية سامة بمنتجات الشي إن، فأجرت منظمة السلام الأخضر البيئية اختباراً مماثل بعام 2022 بيّنت النتائج اشتمالها على مستويات عالية جداً من المواد الضارة والسامة، لكن البعض قالوا أنه هالمواد موجودة ببعض القطع وتم سحبها من الشركة، والبعض قال أنه هي حملة عم تصير ضد شي إن لتشويه صورتها بعد الصدى والإقبال عليها. لحد هي اللحظة الأخبار ما زالت عم تتضارب والإقبال بعده كبير على متجر شي إن.